كتبنا على بدينا احنا بدنا يعني عندنا قصائد على تحرير مناطقي. لكن هسه اذا ابدا استرجع لك القصائد يجوز تسمعنا اقول نحرر تكريت بيجي بيجي تكريت النوب الموصل مناطقية. بس من تحررت الارض العراقيه بدينا نحكي بالشموليه. زين القصيده واقع القصيده واقع الاهزوجه الشعر الشعبي قريب من المقاتلين بصوره يعني خلينا نقول متلازمه معهم. الروح المعنويه جدا مهمه بالمعركه اكيد. دور المهوال يعني هسه خلونا نستذكر من قبل داعش حرب ثوره العشرين مو صحيح بدا دور الشاعر. هسه ما اريد نرجع خلينا بهذا وقتنا شيء حتى الناس ما تستغرب عليه. الشاعر دوره مهم جدا بالمعارك. الروح المعنويه شلون تصعد عند المقاتل شد من عزم المقاتل شلون شد عزم المقاتل. الهزوجه والقصيده والانشوده كلها تتضافر هاي العوامل من اجل ان ترتفع الروح المعنويه عند المقاتل. نعم احسن. خلينا نحكي هسه بالشموليه نعم وبعدين نعم نحكي لك بالمناطقيه نعم شلون كتبنا لحتى نحرر منطقه قليلا حتى نرجع الى نقطه مهمه قبل قراءه هذه القصيده. بس استذكرك في قضيه الطف لان احنا تكلمنا عن الطف وتاسيس الحشد وامتداده الى الطف. كان عندما ينزل الاعلام القائد عندما وجه الامام الحسين عليه السلام عندما وجه المقاتلين للنزول والمبارزه كان أي مقاتل ينزل يرتجز حتى يرهب الأعداء ويقوي أنصاره. طبعا فهذه القصائد كانت لها جزء كبير تأكيد برفع معنويات مقاتلين إن شاء الله. تأكيد.